هلا اذا رجعنا كل الاصابات الحرب صعبه، من بتر يد لبتر قدم لاصابات اخرى مختلفه في الجسم، لكن اصعب اصابه ممكن نعتبرها نحن الشلل. الشلل هي من اصعب الاصابات اللي تؤثر على المراه، اعتبار انه مثلا بتعيقها عن القيام، الحركه، النوم، اللبس، كذا. يعني اكيد الاصابات الشلل بده حدا يساعدها للمراه المصابه بكثير اعمال، بخلاف اللي مثلا فقدت يدها ممكن تساعدها الايد الاخرى، اللي فقدت قدم ممكن تستعيد الطرف الصناعي بعين اني تقدر المراه تقوم باعمالها. اما الشلل فبتوقع في صعوبه بالقيام بكثير من الاعمال في المنزل. ايمان، انا كنت انسان يعني ماشي بطريق الدعوة بالمساجد، بعلم القرآن الكريم، مجازب الشريعة، مجازب القرآن الكريم، ماشي عادي بالشارع، واجت الطيارة، صار البتر مباشرة لما نزل الصاروخ، ونقلوني بتر من قدم اليسرى تحت الركبة بتر، فنقلوني على المشفى. أنا عارفة إنه في بتر بقدمي لأنه البتر صار مباشرة. نقلوني على باب الهواء، قعدت 15 يوم بعد طلعت على تركيا. طلعت على تركيا طبعا هون بدأت بقى الحياة الأخرى المختلفة تماماً عن إيمان ما قبل البتر. قلت لازم أنا أتأقلم مع الوضع، ولازم أبدأ حياتي كما رب العالمين أراد لإيمان أن تكون حياتها الجديدة. رب العالمين استخدم إيمان وهي سليمة قبل بتر قدمها، معناتها أكيد رب العالمين حابب يحطها بمكان جديد بعد البتر. فقلت لحالي أنا لازم أستخدم حياتي الجديدة في مشروع جديد يناسب إيمان ويناسب مساعدته ووقوفها جانب النساء اللي مثلي. فهون بدأ مشروعي وحياتي الجديدة مع النساء. هلا أنا أول ما جيت أنا يعني أكثر شيء بحياتي هني أولادي، يعني أكثر شيء بخصوني هني أولادي. فلما جينا على تركيا طبعا الصغير ضل شهر ما يقرب علي، مخاف كانت أمه تمشي على رجلتين. فجأة وجد أمه برجل، يعني برجله هي وعلى ركازات. فابني الكبير هلأ هو صف ثامن، لما دخلنا كان صف سادس، كانت نفسيته جدا متعبة، فغربي وانتقال وترك مدرسته وبيته وكذا. فكنت حريصة جدا على أنه نفسيته ما تتأثر، وبالتالي ما يعني حتى بكاء ما كنت أبكي قدامه، كنت قوية إن شاء الله حتى قدام الناس، يعني أنا راضية بقضاء الله سبحانه وتعالى وهيك الله راضي. فالحمد لله على كل حال حاولت أني أنا خليهم يتجاوزوا يعني حالتهم النفسية، سجلتهم بمدارس، سجلتهم بتعليم القرآن الكريم. أنا صرت أعلمهم بالبيت في حال أني لسه ما كنت لسا يعني مركبة طرف عم بمشي. علاقتهم معي جدا الحمد لله ممتازة، علاقتي معهم رائعة. هلا الحمد لله وضعنا النفسي هلا كل شيء استقر يعني تقريبا. هلا داخل المدن السورية أكيد ما في علاج سريع، وخصوصا إذا بالمدن المحاصرة أكيد إسعافات تبقى سريعة وأولية. فبما أنه الإسعافات الأولية أو الإسعافات الأولية للمرأة المصابة ضعيفة، فبالتالي ممكن تكون المرأة بحاجة لإسعافات سريعة. فبسبب ضعف الإسعافات الأولية من نجد أنه لبين ما تصل للمشفى الميداني أو ممكن تصل إلى تركيا، فبكون هون وصلت إلى حالة بتر، بتكون هي ما بحاجة لا بتر ولا تطور لحالتها الصحية، بكون يعني تقف عند حالة معينة بسيطة وتتطور حالتها بسبب ضعف الإسعافات الأولية الموجودة في داخل المدن السورية. هلا أنا مجالي ما إنه دارس الشريعة فمجالي دعوي بحت، لكن من بعد إصابتي في سوريا طبعا شعرت بالمعاناة، كان عندي معاناة أكيد يعني، فشعرت بمعاناة الأخوات النساء، ومن هون بدأت معي نشأت عندي الفكرة إني ساعد النساء المصابات.
هلا ما فينا نقول مدن سورية معينة، نحن نقول إنه المدن السورية كلها المرأة تتعرض فيها لعنف، وخصوصا في حتى في داخل مناطق النظام نقول المرأة تتعرض لعنف. كيف ممكن تتعرض مثلا للاختطاف، معرضة للاعتقال، معرضة للاغتصاب، حتى لو كان عندها زوج بنقول هي معرضة للاستهداف أو معرضة للعنف. هلا هي متعرضة للصواريخ والطيران، هي هذا معروف، لكن الأمور الأخرى من اعتقال، من اختطاف، من اغتصاب، حتى لو إنه هلا إنه لو عندها زوج ممكن الزوج من ضعف الحالة المادية، ممكن ما يكون عنده شغل، إمكانيات المادية ضعيفة، هو بدل ما يحاول يتعاون هو إياها للقيام بأوضاع الأسرة المادية، فبيضغط عليها، ممكن يضربها، يعنفها كذا، فبيصير ضغط نفسي فوق الضغط النفسي اللي هي عايشة فيه. هلا اذا جينا هون لتركيا بنلاحظ انه اكثر المساعدات والتوجهات الاغاثيه الانسانيه والطبيه متوجهه لزوجات الشهداء، مع احترامنا طبعا لهم والاطفال الشهداء، لكن وحتى فبالتالي اكيد في المدن السوريه نفس الامر، يعني ما في توازن او تقييم في الاغاثه او المساعدات، ما في توازن مثل ما هلا قلنا، لانه اذا جينا هلا للمراه ما في عنا نحن بس زوجة شهيد، تمام؟ نحن عنا زوجة شهيد، إذا جينا للمرأة المصابة، المرأة المصابة هي مرأة مصابة، ممكن تكون كمان فوق إصابتها زوجة شهيد، زوجة معتقل، ممكن تكون زوجة مفقود، أيضاً المرأة المطلقة، طب المرأة المطلقة كمان مين إلها؟ فلما نعيد نحن إعادة تقييم توجه الإغاثة الإنسانية، نلاحظ إنه عنا شرائح مختلفة للمرأة بحاجة إلى مساعدة، ما فقط زوجة الشهيد. فجينا الحالة الأساسية الخاصة اللي هي حالة الإصابة، هي متوقع حالة أكثر خصوصية، باعتبار في إصابة ممكن تكون في حالات أخرى إضافة لإصابتها. فما أتوقع أن يكون في إغاثة إنسانية طبية كافية في داخل المدن السورية أو هون بتركيا. طبعاً تؤثر سلباً، لأنه هلأ المرأة يعني بدها تكون جداً قوية من داخلها حتى تقدر تتجاوز الصعوبات. هلأ قبل الكل أولادها بدهم يكونوا ناظرين لأنه هي امرأة قوية، وبعدين فقدت شيء، يعني فقدوا شيء من قوة أمهم، من متابعتها لإلهم، لرعايتهم كذا، ضعفت رعايتها لإلهم بسبب إصابتها. بالإضافة ممكن يكون عندها زوج، لما يشوف هو زوجته كمان أصيبت أو كذا يتخلى عنها، كانت تهتم فيه أكثر، خفت اهتمامها فيه. فهون أكيد رح تأثر نظرة الأولاد لإلها، نظرة الزوج لإلها، نظرة المجتمع، ممكن نظرة بيت حماها، نظرة كل. فلازم تكون هي قوية كفاية لتقدر تتجاوز هاي المرحلة. ما رح نقول إنه النساء كلهم اللي يصيبوا هن قويات كفاية، هن قويات جواتهم، لكن كمان بحاجة لمساعدة، مساعدة، دعم نفسي معنوي. زرت أول ما بدأت يعني أتعرف على نساء مصابات، تعرفت على امرأة عمرها 21 سنة مصابة شلل، رحت لعندها لسه كنت أنا على العكازات لسه قبل ما أركب الطرف. فعم تقول لي بيت حماية تخلوا عني، وصاروا يقولوا للزوج إنه لازم أنت تتزوج على زوجتك. حالة أخرى هلأ من فترة بسيطة لما بدأنا بمغادرة أفق، تواصلت معها مع بتر بيدها، زوجها تخلى عنها تماماً، عندها 5 أطفال. تخلى عنها وتزوج ايضا. فهون حكيت معها، انا ما قدرت اتواصل لها لانه انا كنت عامله عمليه جديده لرجلي، ما قدرت اوصل لها، فما اعرف شو وضعها، يعني وضعها جدا كان متعب. هلا نحن رح نحاول نعمل تاهيل وتدريب اعمال مهنيه، تصنيع غذائي او طبخ او خياطة، صوف، أي مهنة هن بيحبوها رح نحاول نأهلهم فيها، وبعدين يدخلوا بقى يكملوا هن مشروعهم الخاص فيها. بيكون احنا حطينا رجلهم على أول الطريق تماما. هلا اللي أنا شفتهم لقيتهم عم يحاولوا يقووا حالهم، لكن لما يكون ما في بديل لها للمرأة رح تستسلم.
رح تستسلم. احنا من خلال تواصلي مع النساء على عبر الهاتف كثير نساء انتم عم تضحكوا علينا، انتم يعني عم تكسبوا من ورانا مصاري، نحن ما اجانا اي مبلغ، يعني يعلم الله 7 شهور ما في اجانا اي وارد مادي، بدانا من الصفر بمساعدات اخوات. فلكن لما قلت لهم اني انا مصابه مثلكم، نحن كنساء لازم نشتغل، لازم نساعد بعض، فهون يمكن شوي تغيرت نظرتهم انه انت مصابه عم تشتغلي معناتها نحن معك، نحن بنوقف معك. فهني لما تجد لهم البديل اكيد راح تتغير نظرتهم وراح يتابعوا. اكيد يعني ما في امراه سوريه ما تجيد، لكن كل شيء كل امراه حسب هوايتها، في نساء بجيدوا الصوف، في نساء هوايتهم الطبخ، في نساء مثلا هوايتهم خياطه، كوافيره، في نساء كوافيره. فنحن راح نحاول مستقبلا في حال اجانا دعم راح نحاول كل حالات الاصابات كل وحده بحسب رغبتها او حسب حالتها الصحيه مما يناسبها راح نساعدها ان شاء الله. باذن الله، بس لكن بدها مساعده، بدها دعم، بدها دعم مبدئي اولي لتقدر بعدين نحط لها رجلها على اول خطوه ونقول لها انطلقي. اما ان نحن بس مجرد كلام ما راح تقدر لحالها تتابع، بنحاول نساعدها بدايه. الزوج السوري نتمنى انه يضل واقف جنب زوجته مهما حصل لها، يعني سواء اصابه او حتى ظروفه، هو ظروفه وظروفها لو كانت ما مصابه، ظروف كثير صعبه على كل السوريين وعلى كل الازواج. نتمنى انه يضل واقف جنبها ويضل يحس بمسؤوليته تجاهها. طبعا الله سبحانه وتعالى لما قال الرجال قوامون على النساء، يعني كلمه القوامه هي بحد ذاتها هي معناتها المسؤوليه، مو معناتها التسلط ولا التحكم. يعني هي بحد ذاتها الامراه رقيقه بحاجه لحمايه ورعايه. لما يستخدم كلمه قوامه الا بس اني انا بدك تسمعي كلمتي، كلمه قوامه مو هيك، انه بس طبعا هي بدها تسمع كلمته اكيد لانه هو الرجل، لكن بالنهايه كمان من مسؤولياته الرعايه والحمايه ويكون معها وايده بايدها لما ظروف الحياه بتواجههم اثنيناتهم مع بعض، كمان يكونوا اثنيناتهم مع بعض على الحلوه والمره، ما يكون هو والزمن عليها، يكون هو وياها على الظروف الصعبه والزمن. طبعا المرأة إنسانة قوية وخصوصا في الحرب تحملت أعباء كثير، فمنقول إنه المرأة أنا أصفها مثل الجبال بصراحة، وخصوصا في الحرب هي من قبل قوية لكن بالحرب أثبتت قوتها أكثر، أثبتت إنه هي أنا أصفها مثل الجبل، ما بتهز الجبل لا عواصف ولا صدمات، بالاتكال على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به سبحانه وتعالى. المرأة في ظل الحرب لازم ما تعتمد على حدا، تعتمد على الله سبحانه وتعالى، تعتمد على نفسها وتكون قوية، تتعلم تطور نفسها تطور من مهاراتها، وإن شاء الله رب العالمين معها ما يتركها بإذن الله. نحن بحاجة دعم مكان ننطلق منه لمشاريعنا، بحاجة سيارة. أنا كامرأة مصابة كثير أرغب في التواصل مع النساء المصابات وأقعد مع كل امرأة أصل لعندها واقعد معه وشوف شو احتياجاتها، باعتبار معي بتر مركب الطرف ما استطيع امشي كثير، ما عندي امكانيه اخذ سياره واروح فيها من مكان لمكان، فنحتاج اكثر شيء حاجه ماسه اكثر شيء لمكان نقيم فيه نشاطاتنا ولسياره للتنقل.